حاجة غريبة شدتني جدا الفترة اللي فاتت، وهي إن سمعت إن في موبايلات بتدعم الـ 5G أو الجيل الخامس تم طرحها في مصر. فقعدت أسأل نفسي، هو أنا لو اشتريت الموبايل ده هستفيد إيه؟ طب لو ما اشتريتوش هيبقى فايتني كتير؟ تعالوا ندردش في الموضوع ده. بداية لازم نبقى عارفين ان الجيل الخامس للاتصالات او 5G ده اللي هيقدم لنا سرعات خيالية. بنتكلم بجد عن سرعات ما شفناهاش قبل كده، سيبوكوا بقى من سرعات ال 4G اللي احنا بنشوفها دلوقتي. لكن موبايلات ال 5G لحد دلوقتي انتشارها ضعيف جدا حوالين العالم كله، والمفروض وفقا لتوقعات الخبراء ان هي هتنتشر بشكل كبير جدا خلال 3 او 4 سنين، ووقتها بالتبعية هتبدأ ان هي تنتشر داخل السوق المصري. لكن شفنا شركات بدأت مؤخرا تطلق تليفونات بتشتغل بال 5G داخل مصر. فهنا بقى عايزين نسأل سؤال، ايه هي المشاكل اللي هتقابلني كمستخدم لو اشتريت تليفون بيدعم ال 5G داخل مصر؟ اول حاجة ان موبايلات ال 5G سعرها مرتفع جدا، وطبعا احنا عارفين الوضع الاقتصادي للمواطن المصري في الفترة دي خصوصا بعد ازمة كورونا، فبقينا بنحط اولويات للانفاق. واعتقد ان انت لما تيجي تبص على اكتر الموبايلات اللي بتتباع داخل مصر حاليا هتلاقيها في فئة الهواتف المنخفضة او المتوسطة التكلفة، وده دليل ان شراء موبايل مرتفع التكلفة ما بقاش اولوية عند المصريين دلوقتي. تاني حاجة ان موبايلات ال 5G هتخليك تستهلك انترنت اكتر، فبالتالي هتدفع فلوس اكتر. وحضرتك لازم تبقى عارف كويس جدا ان شركات الاتصالات استثمرت فلوس كتير جدا علشان تبني شبكات ال 5G حوالين العالم، فبالتأكيد بقى عايزة ترجع الفلوس دي تاني، فمش بعيد ان هي تفرض اشتراك شهري على اي حد هيستخدم ال 5G. تالت حاجة ان الموبايل اللي بيدعم ال 5G بطاريته بتخلص بشكل اسرع، وده مش كلام انا لوحدي، ده كلام ناس كتير حوالين العالم عملت بالفعل تجارب عملية وتأكدت فعلا ان التليفون اللي بيدعم ال 5G بطاريته بتخلص اسرع من الموبايل اللي بيدعم ال 4G مثلا، وده هيخليك تحتاج انك تشحن موبايلك كل شوية، وكمان مع الوقت هتلاقي بطارية موبايلك كفاءتها بدأت تقل بشكل ملحوظ. رابع حاجة ان موبايلات الجيل الخامس فيها حاجة خطيرة جدا لازم تاخد بالك منها لو ناوي تستخدمها، انها بتشتغل على الموجات الفرعية 6 جيجا هيرتز ونطاق ترددي ام ويف عالي الترددات، وده بيخلي الموبايل حرارته مرتفعة جدا، خصوصا بقى لو شغلت فيديوهات هاي كواليتي او شغلت جيمز على الموبايل. خامس حاجة، لو متخيل بقى ان موبايلك اللي بيشتغل بال 5G هينزل لك مسلسل كامل في ثانية واحدة، تبقى غلطان او مضحوك عليك. على الاقل ده مش هيحصل في الثلاث او اربع سنين الاولانيين اللي هم بنسميهم بداية تشغيل ال 5G. سادس حاجة بقى عايز اقولها لك، ان الجيل الخامس ده معمول اصلا عشان الاجهزة تتواصل مع بعضها، حاجة كده اسمها ماشين تو ماشين، يعني اصلا مش محطوط في الخطة ان المستخدم النهائي هو اللي يستفيد منه في المرحلة الاولى. طيب دلوقتي لو فرضنا ان كل المشكلات اللي فاتت دي مش فارقه معاك، ومصمم ان انت تشتري تليفون بيدعم ال 5G هنا في مصر، ايه اللي ممكن تستفيده؟ علشان تستفيد بقى بموبايلك اللي بيدعم ال 5G هنا في مصر، لازم اصلا مصر يكون عندها خدمات ال 5G. احنا كل ده في مصر شغالين بال 4G، واعتقد ان ده مش هيحصل هنا في مصر غير خلال 3 او 4 سنين، لان القصة محتاجة ترددات اضافية ومحتاجة استثمارات ضخمة جدا الشركات اللي شغالة في مصر هنا لازم تضخها جوه شبكاتها. علشان كده انا بقولك على مسؤوليتي الشخصية، ان انت لو اشتريت دلوقتي موبايل بيدعم ال 5G مش هتستفيد منه غير حاجة واحدة بس، ان على موبايلك هتلاقي علامة ال 5G هي اللي ظهرت بدل ال 4G. في النهاية عاوز اقول ان خدمات ال 5G هي دي المستقبل، وهي دي اللي بإذن الله هنقدر من خلالها نحس بخدمات انترنت على موبايلاتنا تكون بترضينا، خاصة ان احنا دلوقتي في البلد بنتكلم عن تحول رقمي وخدمات اقدر اخدها من خلال الموبايل بتاعي، زي خدمات البث التلفزيوني وخدمات الألعاب الإلكترونية وكمان السيارات الذكية والأجهزة المنزلية. لكن الرسالة اللي أنا عايز أقولها لك في النهاية، إن أنت لو عايز تشتري موبايل بيدعم الـ 5G، لأ ممكن تستنى عليه شوية، صدقني مش هيفوتك كتير يعني.